مقطع اليوم راح نقيم جميع الشخصيات اللي في جنشن. في هذا المقطع راح ناخذ شخصيات الفايف ستار فقط، الفور ستار راح تكون في مقطع ثاني، فخليكم معنا. طبعا لتنويه قبل المقطع هذا، ضروري انك تعرف انه هذا رايي الشخصي، ضروري انك تعرف ان انا قاعد اتكلم مو كجمال الشخصيه، انا قاعد اتكلم كقوتها ومثلا مكانتها في اللعبه نفسها، يعني كقوه هل تستفيد من الشخصيه هذه. هل مثلا اذا انت جبتها مثلا انا قلت لك في الاستير قلت لك باربر، طيب مثال، هل باربر راح تفيدك مره ولا راح تكون خايسه ما تستاهل انك تجيبها؟ فهمتوا الفكره يعني؟ عشان نكون واضحين، يلا الاقي حرب الحين تحت، بليز مان بليز. فبسم الله زي ما قلت لكم راح نبدا بالفايف ستار، فراح نبدا من اليمين. حلو، اول فايف ستار عندنا اللي هي جين. الامانه انا طلعت لي تقريبا في رانك 50 حولها، شخصيه ممتازه لكن على المستوى البعيد، يعني مثلا تقول 55 وفوق، رانك 55 وفوق، ليفل العالم مثلا 8، تدخل ابيس فلور 12 مثلا، ما هي خيار كويس. فتقريبا يعني ممكن اقدر احطها جيد، ممكن جيد لانها اساسا حتى شخصيه ستاندر، فهي اللعبه اساسا مصممتها ان هي تكون كذا. حلو، فجين تقريبا هذا مكانها الكويس. طيب نيجي لشخصيه كيتشينج. قبل ما نروح صراحه يعني مكانها هنا كبير يا اخي، لا صراحه لا، فهنا هذا مكانها الصح صراحه. فنيجي للشخصيه اللي بعدها اللي هي كيتشينج. طبعا كيتشينج ممكن قبل التحديث اللي هو دندرو ممكن راح نحطها هنا او راح نستعملها جنب جين. حلو، لكن مع التحديث اللي دحين ونظام الالكترو اللي جاله بوف مره ابن الذين، تفاعلات الاجريفيت ما اجريفيت، فالوضع اتحسن، اتحسن مره كثير كيتشينج. رغم ان انا ماني يعني بانيها، ولكن قاعد اشوف مقاطع الاجانب دمجها مره ارتفع، وفي هذه الحاله صراحه ممكن تنحط هنا. ما وصلت لا الاستير ولا يعني انها تحت، لا وصلت انها تكون يعني جيده. طيب شخصيه كلي، شخصيه كلي صراحه يا اخي شوفوا كارقام حلوه، طلع لك ارقام، لكن وانت تلعب بالشخصية يا اخي ما هي ممتعة ابدا، زايد انه حسك كذا انك انت تعرف انت ما بدك تتحرك، انت لازم تلقم ضرب، لازم كذا لازم تضرب، ما في يعني. انت تخيلوا انكم لازم تلعب بشرتك نفس الوقت السمنة حقتك مربوطة بشرتك والداش، بتجيك ضرب بتسوي داش ما عندك، اوف انضربت، والتشبيه حقها مرة قليل. فهذا تقريبا يعني عيوب مرة يعني تأثر. رغم انها ترجعتني اول شخصية فايف ستار من البنر اللي يكون مؤقت يعني، وترى لعبت فيها يعني فترة وكنت هي الدي بي اس الوحيد، هذا الشيء اللي كنت اعاني منه، كرتني لكن ابو كلب. فممكن راح نحطها والله العظيم والله ما ادري، هنا ولا هنا؟ هنا شوفوا ممكن هنا صراحة، ممكن هنا مش لابد، ما تعتبر جيدة صراحة، في بدائل لها كثير. طيب هتاو على طول، يلا اختصر، لازم نختصر. اقوى شخصية من ناحية تبغاها تفاعلات، تبغاها ون شوت، تبغاها ان هي تهيئ نفسها يمديك تلعبها يا راجل سولو شخصيتين، بس تحط لك شينكشو وهذه خلاص، روح ابحر دمج مرة خرافي. الى الان ما في شخصيات تقريبا تنافسها هي وشخصية ثانية، ما في يعني، حتى المنافسة اوكي تشوف في منافسة تمام، لكن تجي تطالع تقول لا والله هذا الشخصية اقوى كذا. فباختصار بدون ما نكثر كلام يعني مكانها هنا بالراحة، اسستير دقيقة لازم نعدل هذه كذا بالراحة. الشخصية اللي بعدها غانيو برضه يعتبر فوق، رغم انه يعني طريقة لعبها مملة، ولكن كدمج كفايدة بالراحة مكانها هنا بالراحة، مستحيل تنزل عن هنا مستحيل. طيب نيجي لديلوك. ديلوك يا اخي، ديلوك اول شخصية في ستار طبعا، وبإذن الله انه في مقطع لازم ينزل له، انا من زمان قاعد اوعدكم بهذا المقطع لكن يا اخي ما قاعد تحصل فرصة صراحة، لكن لازم في مقطع لهذا الشيء. طبعا انا تقييمي طبعا للشخصيات هذول كلهم كسي زيرو، ما راح نروح مثلا على السيات. حلو، فديلوك سي زيرو تقريبا مكانته هنا او هنا، يعني بين هذا الاثنين، لكن غالبا هنا يعني. كيتشينج حاليا وضعها ممكن افضل من ديلوك، ديلوك بطيء جدا بطيء وهذا العيب حقه، ولكن كستايل لعب ممتع، اشياء كثير صراحه كويس حلو، ولكن كفايده يعني كذا في الحساب مثلا والله جاك ديلوك مثلا انت في بدايه مو بدايه لا في النهايه وتوجك، ما يسوى انك انت يعني مثلا تطوره ويلا وخليه قوي، ما راح يسوي لك فرق يعني في القوه، لكنه ممتع حلو انك انت تلعبه يعني. تقريبا هو الوحيد اللي ستايل لعبه كليمر وتحس انه كذا يجلد، عارفين؟ يب. طيب نجي لمونا. مونا صراحه من الشخصيات اللي الناس تستعملها كون شوت، وهي تقريبا من اقوى البفات، فمكانها بالراحه راح تكون هنا، ما هي مره لدرجه انها اوفر، بس انها هنا ينفع انك انت تلعبها في تيم فريز، ينفع انك تلعبها في تيم مثلا فبرايز، تيم تفاعلات ون شوت، شخصيه ممتازه صراحه.
واللي مثلا تجيله مثلا من البدايه ترى برضه راح تكريك، يمديك تلعب دب اس وتمشيك يعني، فشخصيه ممتازه صراحه. طيب في الصف هنا مين؟ اياكا. اياكا كانت ولا زالت يعني حتى اتوقع لبعدين ان راح تكون صافه مع هذول بالراحه يا اخوان. شخصيه تقول لك انا دب اس طول الوقت، غلق حبيب الكرايو اللي عندي السيف، بطل يضرب كرايو اعطيها داش اغطس واطلع وهاتك ضرب، الدمج مستمر، الالتي فتاكه حرفيا فتاكه كذا يعني تشيل لك اي حاجه قدامك، بوس مو بوس اعداء صغار شيل شيل ودي، وغير السكيل غير يا اخي شخصيه مره ممتازه. تلعبها مثلا فريز، تلعبها مثلا يعني نص تفاعلات، ملت ما ملت شغاله، كله شغال. الشخصيه هذه صراحه ما تتفوت. طيب نجي للالبيدو. اتوقع كثير في ناس يعني كذا قاعدين ينتظروا ان انا اتكلم عن البيدو، حلو. فخلونا مثلا انسوا موضوع المضارب اللي صارت، حلو انسوا الهرجه. ما فيها ان الشخصيه هذه صراحه كانت في بدايه اللعبه كويسه، حلو، كان في بدايه اللعبه ما في اي شخصيه تحط لك شيء في الملعب وتروح وتضرب معاها، وكانوا الناس يقولوا اوف يمديك انت تحط كذا حاجه شخصيه وتضرب معاك ومدري ايش اوف ماي جود، فوقتها كان شيء غريب، وقتها كان شيء مره قوي، ولا وفوقها كمان يعطيك 20,000. ايش 20,000 يا ولد، مره شيء كبير. فعلى وقتها شخصيه كانت ممتازه، لكن نجي الحين عندنا بال، عندنا شخصيات مره كثير تضرب وانت يعني وانت ما هي في الملعب، وغير كذا عنصر الجيو صراحه يعني احسه شويه قاعد ينظلم، ما في بفات زياده، بس مجرد حطوا له جورو وخلاص انتهى، ما عندك تفاعل مع مثلا دندرو، ما عندك تفاعل مع عناصر كلها، عنصر كذا ما يتفاعل، فهذه الاشياء كلها سلبيه، كلها سلبيه. بتقول لي مثلا يزودك الالمنتل، برضو ماش ايش الزياده على مده 8 ثواني، كثر الله خيره يعني. فمكانته مو خايس صراحه يعني، ممكن لو جاك راح يعني يكريك شويتين فاهمين، فممكن نحط هنا ممكن نحط. انا صراحه ما ادري ليش حاط خايس يعني، ما ادري شخصيه خايسه مين خايس والله صدق، الفايف ما في خايس صراحه. فلو ممكن يعني ها نقيم ممكن نحطه هنا، حلو دقيقه خليني القى نظره. اوكي شباب البيدو خايس. بلاش يخوف من المجتمع. لا والله جد مكانته هنا صراحه، ما ينحط هنا ما اتوقع. طيب نجي لموضوع تشيتشي على طول، لا حد يجي يقول لي والله هي تهيل لك 24,000 ثانية، هي مدري ايه. شباب شخصية بس هيلر، حرفيا بس هيلر يعني، انت من تذي الدرجة، انت من تلعب يعني قاعد تلعب دارك سول، ترى انت قاعد تلعب يعني لعبة عادية، ترى يمديك يعني بالراحة انك انت تحط مثلا اي هيلر بسيط ويؤدي مكانه وفوقه يدمج ويعطيك بف كمان، فهنا هذه الشخصية ما تعطيك ولا شيء، فين ولا شيء الا بس هيل. وترى لعلمكم انا كنت العبها ترى يعني مع اياكا، مع تيم اياكا كنت احطها معاها، حلو، وكنت العب تقريبا ثلاث شخصيات، عارفين هم ثلاث شخصيات، هذه ما تحتسب كأنها هيلر، حط اي شيء ثاني كان يساعدني ان انا اعدي فلور 12. طبعا هذا كلام زمان الايام بانر اياكا الاول، فما تساعدك ابدا، شخصيه مره زباله صراحه، انا اسف اللي طلعت لهم لكن شخصيه ما تسوى مره، غير طبعا انها صغيره فهي بطيئه، فجيب الهم. طيب نيجي لكازوها، طبعا هو ما ادري شكله زي كذا لكن كازوها شباب يعني الكل عارف وجهه يعني. كازوها بالراحه تستير، اقوى سبورت عندنا في اللعبه. طبعا في كم شخصيه صفت معاه حاليا كمن يعني افضل السبورتات، ولكن ما زال يعطينا يعني بفات، يجمع الاداء في مكان واحد، غير التفاعلات غير دمج التفاعلات، فالشخصيه هذا مره ممتازه صراحه، ما اتوقع انه حيجي يوم انه ينزل، ما اتوقع، حتى مع انه عنصر النبات ما يتفاعل لكن برضو يقول لك انا اجمع لك هم، ايش تبغى زياده حبيبي، جمع لك هم واعطيك كمان بوف للعنصر اللي معك، وانت يعني اوريدي لازم حيكون في عنصر في الملعب اللي هو هايدرو مثلا ولا الكترو ولا بايرو اللي هو، فبالراحه هنا. طيب نيجي لشخصيه بال فوق طبعا بالراحة، أركون شخصية جدا مفيدة، شخصية لو ما هي في حسابك لازم انك تجيبها في حسابك، بتقول لك انا دبيس، انا بطارية، انا اسوي لك كل حاجة، حرفيا تفك التي ضرب تلاقي التيم حقك اغلبه عنده ملتيات، وضع مرة تمام، تنفع للفري تو بلاي، اذا دفعت مثلا جبت سي 2 راح تصير لك من اقوى الشخصيات يعني، راح تغطي دمج كثير يعني شخصيات في الدبيس. اي تصدقوا في كازوها افضل هنا، معليش هذا مدري ايش هذا مدري. الزبد انه بال صراحه من يعني افضل الشخصيات، واذا انه مثلا تبغوها كترتيب كذا يعني هنا افضل شيء وزي كذا، بال راح تكون مثلا هنا، كازوها راح يكون كذا، لا هنا معليش تقريبا كذا،
ايه هذا الصح زي كذا. اخر المقطع راح ارتب لكم مره ثانيه. فبال مره شخصيه ممتازه. طيب نيجي لكوكومي. كوكومي اول ما طلعت الناس سبتها، الناس قالوا يا ابوي ايش هذا، هي لابو كلب ولا وما تكرت ايش الابو كلب وصياح. وانا منهم صراحه، كنت اقول يعني والله يا اخي شخصيه ابو كلب صراحه، لكن اختلفت الموازين، اختلفت يعني مره شيء كبير. وقت ما نزلوا لها تفكتات خاصه بيها، تقول لك انا يا حبيبي اطلع لك دمج فيزيكال زائد الدمج اللي انت قاعد تدمج اساسا اوريدي في الملعب. هذا واحد. اثنين، تفاعلات البلوم تحديث 3.0 وانت طالع. حرفيا التفاعل هذا صارت هذه الشخصيه من اقوى شخصيات في يعني عالم سومرو ولا عالم التفاعل الدندر. فبالراحه سهل انها تكون هنا، ما وصلت هنا يعني مره، ولكن هنا تقريبا. ولو ممكن اني هذا تكون كذا يعني، هي اول واحده في الاس لما نرجع للشخصيات الثانيه. طيب نجي لمين؟ يوميا تقريبا الناس يقارنوها بهوتاو، وانا منهم برضو ممكن يعني احط هذا المقارنه، لكن كدمج كفايده ممكن هوتاو راح تتفوق صراحه. فمكانها كذا باختصار اتوقع انه هنا ممتع. شخصيه بنائها تقريبا شويه سهل، لانك انت اساسا الدومين ذاك راح تخشه كثير، فيمديك شخصيه يمديك برضو حتى تبنيها يعني من ناحيه سلاح رست، سلاح فري تو بلاي، وراح طلع لك دمج كانه معك السلاح اللي هو السلاح الرسمي قريب منه. شخصية ممتازة صراحة، فمكانها هنا بالراحة. طيب نجي لبعدها اللي هي إيولا. إيولا شوفوا، إيولا ممكن لو نزلت شخصية فيزيكال نافسها في الموضوع كدمج ممكن وقتها راح ينزل تقييمها، ولكن حاليا هي ما في تقريبا شخصية واحدة هي اللي تطلع دمج الفيزيكال القوي هذا، من ناحية ون شوت، من ناحية الضربة العادية ممكن تجيب انت حول 12000 15000 ضربة نورمال كذا عادية، فدمجها صراحة حلو ممتازة، ولكن ثقيل بالذات اذا انت ما عندك سلاحها راح تكون مرة ثقيلة. فمكانها هنا ما توصل اسستير صراحة، ما اتوقع انها تصف مثلا جنب جانيو ولا مثلا جنب اياكا، لا ما اتوقع، مستحيل. فمكانها هنا. طيب نجي لجونغلي. جونغلي بالراحة برضو هنا اقوى شيلد في اللعبة، رغم انهم طلعوا شيلد كثير شخصيات بعده، ولكن كان ولازال شخصية مرة قوية من ناحية الشيلد، من كثر ما ان الشيلد حقه جدا قوي يا راجل يصير لعبك بيض. اذا انت مثلا كنت متعود على شيلد جونغلي وشلته فتره، لعبك حيكون بيض، حتلقم اي ضربه، خاصه انت متعود انه والله انت ما يجيك دمج من كثر ما انه الشيلد حقه قوي. ناهيكم عن موضوع الالتي اللي هو يعني يجمدهم وفي نفس الوقت يدمج برضه، يعني دمج حلو برضه. موضوع تنقص الدفاع يعني شخصيه صراحه متكامله، واركن فطبيعي انه حيكون مميز في شغلات، فشخصيه بالراحه تكون هنا. طيب نجي لايتو. طبعا انا زي ما قلت لكم تي زيرو، فيعني شويه ممكن الحكم يكون قاسي عليه رغم انه تي 6 يعني بالراحه فوق بالراحه، ولكن سي زيرو ممكن يعني شوفوا سي زيرو مع سلاح مثلا حداد او مثلا سلاح فري تو بلاي بيكون هنا، ولكن مع سلاحه اتوقع انه راح يصف هنا، راح يصف مع هذول الشخصيات، لانه صراحه يعني شخصيه كويسه، لكن عيبه الموضوع الروتيشن حقه ابو كلب. يعني بكل اختصار كذا انت قاعد تسوي مثلا ضربات وهذا تلاقي نفسك ما عندك شر اتاك، حتضرب نورمال، ضربات النورمال ابو كلب مو مره قويه، فشخصيه تتغير مع الكونستليشن، بس يعني يعتبر كويس يعني اذا كان عندك في الحساب بالراحه راح تكري نفسك او راح يكريك بلا صح. طيب نجي لشخصيه شنها. طبعا شخصيه شنها سبورت للكرايو فقط، الكرايو، فهذا الشيء عيب صراحه، رغم انه تعطي ترى بف مره حلو، ولكن يعني طالع بالله كذا الفايف ستار عندنا الكرايو، مين هم؟ اثنين، جانيو وايكا. طيب الباقيين ما يستفيدوا ابدا. فممكن اذا جات شخصيات بعدين يعني مستقبلا، والله انه مثلا جات شخصيات كثير ثلجيه 5 ستار ودمجها دي اس كذا قوي، ومثلا يعني نفس نظام اياك نفس نظام هذا، وقتها ممكن يكون لها يعني قيمه اكبر من كذا، لكن حاليا صراحه اشوفها ممكن هنا او ممكن حتى هنا، ومو شرط انك تجيبها صراحه في حسابك، ما هي كويسه. بتقول لي ممكن انا هي تدبل لك الدمج، هي ممكن زي كذا اوكي تدبل لك الدمج، ولكن دبل ترى لي 5 ضربات او 6 ضربات او 7 ضربات بلا صح، 7 ضربات بعدها ما في شيء، فما يسوى انك تجيب 5 ستار كامل عشان شخصيه واحده، ما يسوى مره ما يسوى. طيب نجي لشاو. شاو يا اخوان لازم نقيمه صح. المشكله ان انا شاو يعني شخصيه صراحه كنت احبه يعني مره كنت احبه بزياده، حتى يمكن لو تلاحظوا لو القناه على القناع حقه حلو، لكن كسي زيرو صراحه فيه عيوب مره كثير، واهمها موضوع الانرجي، لازم يكون معك بطاريه بنت كلب عشان الانرجي يكثر عندك، زائد انه حتى الدمج حقه صراحه يعني مقبول، مو ذاك الشيء اللي اوف عارفين. فمكانته يا اخي بين الاس وبين الاي صراحه، فما ادري يعني انا ما اعرف كيف، لكن عموما ممكن اخليه هنا ويكون اخر شيء في الاس، يعني أسوأ شيء في الاس فهمتوا تقريبا. طبعا ملاحظه ترى انا ما جهزت ولا شيء في المقطع هذا،
كله موضوع عفوي، قاعد اشوف الشخصيه واتذكر حركاتها واتذكر موضوع انه يعني دمجها وزي كذا. طيب ميكو، ميكو شوف اول ما نزلت كانت هنا حلو بالراحه، كانت هنا، فبعد ما مثلا يعني صارت تفاعلات الدندرو ومدري ايش، ها يلا في بف في حركاته يلا في دمج، صارت هنا. بس انها تطلع في الاس وتصف جنب الشخصيات هذه ما لا لا يمكن صراحه، مره لا يمكن. وجاي بنرها جاي يعني الحين، ما انصح صراحه اذا انت مثلا تطلع لشخصيه تفيدك في الحساب مو ذاك الشيء، يمديك تبدل لراجل حط فشل، حط فشل يعني الموضوع كافي صراحه. ولكن يعني الناس اذواق، ممكن انت يعني يعجبك نظام لعبها، نظام التورات هي الوحيده اللي تسويها مثلا تحط حاجه وانها تكون كم صف لكم، تحط اشياء وتضرب معها، فهي تقريبا الوحيده في النمط هذا. ولكن كفائده للحساب كقوه الاي هنا يعني مكانها كويس هنا. طيب نجي لاياتو، اياتو يا اخي شخصيه ممتازه، بس انا ملاحظ الناس كلهم ساحبين عليه. ممكن تكون يعني حاله كذا نادره انك انت قاعد تلعب لين الحين باياتو، لكن كمجملا الناس ساحبين عليه لسبب يا اخي ما تدري، والله ما ادري. انا من الناس اللي برضه ساحب عليه رغم انه عندي بلد مره ممتاز له، سلاح برضه مره ممتاز، الستات حقي مره حلو، معطي لي دبل كراون. تخيل وقت ما نزل قلت اوف الشخصيه الجباره هذه دبل كراون شيل، وكنت ناوي اجيب سيتو ترى يعني الحمد لله يعني ربي هداني وما جبت الحمد لله. فشخصيا مكانتها صراحه ما ادري، ممكن هنا ممكن هنا، لكن اتوقع انه هنا، بس ما يكون هنا يعني كذا في لا يكون كذا يعني زي كذا تقريبا ممتاز. طيب إيلان يا اخوان فوق بالراحه، وبقول لكم ليش. شخصيه اول شيء نظام لعبها مره ممتع، جدا ممتع، مره حلو. نظام يعني السرعه فيها، نظام الالتي، لا احد يقول لي شنكشو، لا احد يقول لي تكفى، هذا مقارنه ترى مره غبيه. انت لو تقارن هذا الشيء الحين كذا في هذا الشيء هذا يعتبر يعني عدم ذكاء. فمره مقارنه غلط في هذا الموضوع. شخصيه مره ما تتفوت، وقت ما تنزل ان شاء الله في الريران الجاي، انا ما ادري متى صراحه يعني، لكن وقت ما تنزل ضروري انك تجيبها في حسابك. وتسريب يا اخوان احتمال ان انا اجيبها سي 6، دعواتكم يا رب يعني ان ربي يرزقني. ترى عندي متجر حلو يعني على ما تنزل جمعوا لي فلوس فيه حلو. انا من اعطيك بلوفرات حلوه منها ايش يعني تفيدنا ماديا، يعني انا استمتع في حياتي حلو. انا ترى انا اوفر بلوفرات يا اخوان باشكال حلوه، تطريز كذا حركات، بحط لك منظر الموقع كذا تحت في الديسكربشن يمديك تروح تشتري. نرجع الموضوع، فالشخصيه هذه صراحه تنصف هنا بالراحه راح تكون هنا ممتازه جدا. فيب طيب نجي للشخصيات الجيل الجديد، الشخصيات اللي هي هذه. فعندكم اول حاجه، او لا معليش شباب نسيت هذول دقيقة. طيب عندكم فنتي بداية اللعبة كان شيء جبار، كان كذا عبارة عن شخصية خليك تضغط ضغطة كلهم يموتوا، كلهم يتجمعوا ويخبطوا مع بعض ويموتوا، يخبطوا مع بعض ويموتوا كذا. وقت ما نزلت النزومة الوضع اختلف، ترى في شخصيات ما تنسحب، في شخصيات ما تتأثر، في نظام بوسات ما تسوي شيء يعني ضد البوس ما تسوي حاجة، فالوضع اختلف شوية. لكن لا زال برضو شخصية مرة مهمة، يمديك إلى الآن تجمع في سمرة أعداء بي، يمديك تخش سبر لبس ويجمع لك كل الأعداء كذا في مكان واحد وتضربهم، فممكن يستاهل إنه يكون هنا، بس ما أتوقع إنه راح يستاهل في الاسستير. كازوها يغطي عنه بالراحة، حتى يعني كمان برضو يعطيك بف، لكن هنا ما تأخذ أي بف، بس مجرد إنك تجمعهم، فمكانته هنا. طيب شايلد، أنا أدري إنه في ناس حزعلين علي يا شباب، لكن الموضوع هنا يعني شفافية حلو. شايلد يا أخي ممتع، شايلد حرفيا ضرباته تخليك كذا تعرف اللي تشوف الشاشة فجأة كذا أرقام، بوف كذا أرقام طارت تفركشت حلو. فشخصية ممتعة، شخصية مرة ممتازة، ولكن عيبه في السي زيرو إن نظام الإي أو السكيل أنت حرفيا تضرب ضربتين كذا يلا بسرعة 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 وتحول شخصية ثانية. لو ما سويت الحركة هذه حرفيا أنت حتقعد كول داون 30 ثانية 20 ثانية. طب ايش حسوي فانا وقتها؟ حق اضرب بالبو يعني مثلا ولا ايش حسوي؟ فنظامه محدود لانك تخاف تضرب ضربتين تحول، زائد انه مو كويس ضد البوسات، يعني كويس ضد الاعداء الكثار، غير كذا ما راح تاخذ فائدته الكامله. فشخصيه صراحه فيها عيوب كثير، ممكن تفيدك اذا في اعداء كثير، لكن زي ما قلت لك حتكون في شروط مره كثير عشان تستفيد من الشخصيه هذه. فمكانتها راح تكون هنا تقريبا، بس ان يعني كعدلا ممكن نحط زي كذا كذا. صراحة أشوف شباب يعني معليش أنا أعتذر منكم، ولكن آياتو أشوفه أفضل من شايلد صراحة. آياتو يفيدك في الدمج اللي هو الأعداء كثار، برضه يفيدك في سولو اللي هو ضد بوس، فمكانته هنا طيبة. طيب نجي لطنغري حلو، الشخصية هذه أول ما نزلت ما احنا عارفين ايش السالفة، يوه هذا أول عنصر، طب شباب حيكون في الستاندر مدري. حاليا شوفوا كتقييم بعيد عن التقييم هذا،
هو أقوى شخصية في بانر الستاندر، والكل متفق على هذا الموضوع، هو أقوى شخصية بالراحة البانر الستاندر اللي هو الدائم يعني. بس مكانته هنا صراحة ما أدري، ما أعرف. ممكن شوف لو معك يعني سلاحه ممكن يكون هنا، ترى قوي، دمج ترى مرة حلو، بالذات مع شخصيات يعني ثانية ساعدته دمجه يعني مرة حلو. بس غالبا راح يكون هنا، مكانته هنا. ممكن برضو نسوي زي كذا، هنا راح يكون ثالث واحد من الأيتير. طيب الحين نجي للشخصيات اللي تقريبا اول ما نزلت ما حد كان فاهمها، الوضع كان ملخبط، يا ولد ايش السالفه، لكن الحين عرفنا ايش السالفه. حلو، وقت ما نزلت الاركون عرفنا ايش الهرجه. طبعا معلش الاركون كذا، بعدين نرجع لموضوعها. طيب نرجع لموضوع بعدين. شخصيه نيلو اول ما نزلت الشعب ما كان عارف ايش هرجتها، انا نفسي ما كنت عارف ايش هرجتها، كنت احسبها تضرب ضربات نورمال دي بي اس، وكنت خاص يعني حعاملها معامله اياتو ومعامله تشايلد. لكن اللي صدمتنا انه سوت لنا اشياء جديده، سوت لنا تفاعل البلوم وخلته مره قوي، صار كذا في شيء سبيشل ما يمديك تسويه ابدا الا بالشخصيه هذه. فبالراحه راح نخليها هنا بالراحه. بتقول لي مثلا ليش معقوله تصف جنب الشخصيات هذه العظيمه؟ اخوان ايوه صراحه ايوه، انا يعني حتى اول كنت يعني غلط صراحه في معلومه، موضوع انها هي ما تنفع للفري تو بلاي، حاليا تنفع للفري تو بلاي بالراحه. شخصيه مره حلو، فاللي ما جابوها يعني انا اعتذر منكم يعني، ان شاء الله انكم تجيبوها في يعني فوق ثاني، لكن شخصيه صراحه ما تتفوت. طيب نيجي لشخصيه ساينو بكل صراحه وبكل وضوح. حلو، هنا مكانها بالراحه. شخصيه ممتعه، شخصيه حلوه، شخصيه كيف اوصف لكم يا اخي، ممتع مره ممتع، وسريعه وضرباتها كذا بالنور وما تضرب كذا وحركات في تايمينج كذا في الموضوع، شخصيه حلوه. بس عيبها دمجها صراحه يا اخي ماش، هو للامانه ممكن هنا وهنا، لكن هنا هذا المكان الصح. حلو، طبعا شباب معليش، بس قبل ترى كانت تقريبا يعني مو هنا، لا هنا وهنا يعني بين هذول الاثنين، الحين مع النهدة صارت هنا يعني بين هذول الاثنين. حلو، ممكن انا احطها يا انها تكون هنا مثلا بس كذا قدام يعني اول واحد، او انها تكون هنا اخر واحد، وانت عادي يعني طلعوا لكم فئه جديده حطوا ساينو فيها، اذا فئه ساينو. حلوين. طيب نرجع دحين للاركن. الاركن يا اخوان هي شيء جبار يعني. انا قد ما حاولت ان اتخيل كيف انه ممكن يخلي الاركن هذا شيء جبار، ما توقعت انه حيكون لذي الدرجه. شخصيه جمعت لك كل شيء، جمعت لك الضرب وهي ما هي في الملعب، جمعت لك البف حق مثلا كازوها كذا يعني، بف مره حلو طبعا كازوها يعني، انه قصدي انه بف ممتاز. جمعت لك اشياء مره كثير كذا مع بعض وحطت لك هي شخصيه واحده، قالت انا الشخصيه، هي ما قالت بس هي هذا الموضوع يعني. فالشخصيه صراحه شيء مره ابدع فيها، عنصر الدندرو لحاله يعني ممتاز، ما بالكم نظام لعبها او نظامها لما جت عندنا. وهي كسي زيرو صراحه مره ممتازه يعني، اتمنى صراحه ان انا اقدر اجيبها سي 2 يعني قبل ما يغلق البنر، بس يعني هذا صراحه اللي انا اقدر اعلق عليها. طيب نجي لشخصيه سكارمش اللي لسه ما نزلت. حلو، نزلتها تسريبات، شوف انا ما حسرب لكم. حلو، لكن الفكره طبعا لا تسربوا تحت لكم، بس كتوقع مني حلو، انه ممكن الشخصيه هذه راح تكون هنا، ممكن تروح هنا كذا في البدايه مثلا. حلو، اتوقع والله اعلم، ما اتوقع انها راح تكون فوق، ولا اتوقع انها راح تكون مثلا تحت، ما ادري يعني، ممكن تكون استير. والله دقيقه خليني اطالع دقيقه مره ثانيه. اوكي لا معلش، حتكون في الاستير، ما اتوقع انها راح تطلع فوق، ما اتوقع هذا المكان يعني صراحه شويه صعبه، مو اي شخصيه تجي هنا. فبس والله هذا بخصوص الفايف ستار، هذا يعني تقييمي تقريبا كذا كتوتل. حلو، بحاول كذا لحظه كذا بس ارتب لكم هي يعني بالترتيب، مثلا في الاستير هنا الاول هنا الاخير هنا زي كذا، ثواني اجيك. طيب كذا عدلت فيهم شويتين يعني كذا تقريبا صح. عندنا هنا اول حاجه تقريبا كذا في اللعبه هنا، هذا صراحه من تقييمي الشخصي، بتاو هي تقريبا افضل حاجه في الاسس. عندكم بعدها بال ونهدة كازوها، شخصيات زي كذا. الترتيب بصراحه اللي انا اشوفه يعني ممتاز، طبعا كلهم زي ما قلنا سي زيرو، اعيد واكرر. هنا في الاستير يوميا صراحه تستاهل ان هي تكون في الاول واحده يعني كذا في المقدمه، بعدها الشخصيات هذول. ممكن كوكومي راح تكون هنا، بس انا صراحه متفائل في هذه، متفائل في سكرمش ممكن يعني يطلع كويس، ما ندري. واخر حاجه ديلوك صراحه يستاهل انه يكون هنا يعني، ممكن يتضارب هم الاثنين على هذا المكان، ولكن مكانه هنا. بس لا تنسى الاشتراك واللايك عشان يجيكم المقطع الجاي ان شاء الله، عشان تكون معنا في الليست الجاي ان شاء الله. نشوفكم على خير ومع السلامه.